إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم وأنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن معهم في فلسطين، اللهم كن معهم في بورما وفي بلاد الشام، اللهم احقن دماءهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم صن أعراضهم. ربنا أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.
اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل وقوفنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كربات يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة. اللهم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ووفق من بنى هذا المسجد، اللهم وابن له بيتا في الجنة، اللهم واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، اللهم واجزه خير الجزاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا وسيدنا ومولانا.
وخالقنا هذه. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا, ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام, ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك, اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة